بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اي في حكايه. ايه اليوم برضو من ظهورات القيامه في رساله معلمنا بولس الرسول الى كنيسه كورنثوس صح 15 ايه 7. معلمنا بولس بيتكلم عن ظهورات ربنا في القيامه وقال ثم ظهر ليعقوب، دي ايه 7. الحاجه العجيبه ان الاربع اناجيل ما جابوش اي خبر عن الظهور ده، اللي جابه بس قديس بولس الرسول. وبرضو الحاجة العجيبة ان ده ظهور اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة خالص، يعني ربنا ما ظهر لتوما وللتلاميذ عرفنا حصل ايه بالتفصيل، لكن ظهوره ليعقوب ده كان سر، واضح انه كان حاجة خاصة قوي، وواضح ان قديس يعقوب برضو ما اتكلمش عليها لحد. فدي حاجة جميلة قوي ان الانسان يكون في حاجة خاصة قوي قوي بينه وبين ربنا. حاجة جميلة ان الانسان زي ما تقال عليه في عروس النشيد، اختي العروس جنة مغلقة عين مغفلة ينبوع مختوم. يعني رغم الإنسان ممكن تحصل حاجات كتير حواليه في العالم، لكن الإنسان بيحرص أن يبقى ليه جلسة هادئة خاصة قوي مع المسيح. لو عنده مشكلة برضو يحط كل اتكاله وكل رجائه في قعدته مع ربنا، ويسمع الصوت من ربنا دايما بالحل. احنا وقت كتير بنحزن لما نلاقي أي حد بيناقش مشكلة يحطها على الفيس ويقعد يناقش، والناس تاخد وتدي، ممكن الناس تزعل مع بعض وتشتم في بعض وتجرح في بعض. فين المسيح هنا؟ فين ربنا؟ أحيانا احنا بننسى ان احنا نقعد نهدى مع نفسنا ويبقى لينا جلسه خاصه مع المسيح. ممكن ربنا في قعدته معانا وقعدتنا معاه خلاص ينسينا كل حاجه ويوجهنا ايه الحل وايه الطريق المباشر لخلاصنا. فحاجه جميله القديس يعقوب ما كانش عاوز يتكلم مع حد ولا يحكي مع حد، هو يكفي كانت قعدته مع المسيح وظهور ربنا ليه في القيامه اداله كل الشبع الكامل. هل احنا بنجد الشبع الكامل في وجودنا مع المسيح، ولا الشبع العاطفي النفسي في الميديا وفي ان الكلام مع الناس وناخد وندي، وده قال علينا ايه والموضوع ده عمله فيه ايه وليه عمله كده؟ فالانسان يبقى تايه في حاجات نفسيه عاطفيه في الغالب بتاذي الانسان، لكن الانسان حلو الانسان يجد راحته الكامله شبعه الكامل في جلسته الخاصه مع المسيح. ده حصل مع مريم ومارثا. مريم قعدت عند رجلين المسيح في لوقا 10 لما مارثا زعلت وقالت قول لها تساعدني، انا بعمل حاجات كتير. فقال لها مارثا مارثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد. مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. يا بخت اي انسان بيجد راحته الكامله شبعه الكامل وقته الكامل اللي يقعده مع المسيح أهم من أي أمور تانية عالمية ممكن تشده، أو ممكن أحاديث تانية مع ناس كتير ممكن تتعبه نفسيا. فجميل أوي أن القديس يعقوب اكتفى بالظهور ده، أن هو المسيح ظهر له، وأن هو يعني الحديث اللي حصل بينهم كان حاجة خاصة جدا، محدش عارف حاجة، دي حاجة ادته اكتفاء كامل باللي المسيح عمله معاه، ومحتاجش حد أن هو يكلم حد تاني عليه. فجميل أوي الظهور ده، ظهر ليعقوب في كورنثوس الأولى 15 آية 7. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.